معانا قطعة جديدة في تابر وير، صينية التقديم. زي ما انتم شايفين هي صينية حجمها كبير، يعني انا هنا قادرة اقدم عليها شفشق بطقم الكاسات اللي عليه. زي ما احنا شايفين شكلها حلو جدا، وفيها بعض الزغرفة منها، فيها لونها شيك وبيليق مع اي حاجة هتحطيها عليها. طيب انا دلوقتي لو مش هقدم عليها الكوبايات او الشفشق او الحاجات دي، ممكن استخدمها افكار تانية في ايه؟ طبعا هي الاول الصينية احنا لازم نجيبها هنا ونشوف ان هي بتدور من تحت زي ما احنا شايفين كده. الجزء اللي بيدور ده بيخليني اقدر احط عليها اي حاجة والفها بمنتهى الشياكة والسهولة على السفرة عندي. ممكن نستخدمها باغراض كتير، يعني لو انا مثلا عاملة عرق لحمة وحابة اقدم معاه اكتر من صوص زي ما احنا شايفين كده، هي واخدة كل الاطباق اهي، وقت الست بولات زي ما انا عاوزه اقدر احط عليها الصوصات اللي انا عاوزاها. وعندي المغرفه الصغيره دي برضو متاحه معانا، او احط في كل واحد معلقه. هقدم مثلا عرق اللحمه اللي انا عاملاه او اللحمه البارده اللي انا عاملاها، هقدمها في السيرفيس. وكل فرد وهو قاعد مكانه هيلف الصينيه وياخد الصوص اللي هو عاوزه من مكانه. كمان فكرتها لو انا عندي مكسرات هقدر ارصها في البولات او في العلب او اي حاجه موجوده عندك، او لو انت حابه تحطيها كده زي ما هي تقدري برضو نستخدمها لتقديم الكحك والبسكوت والبيتي فور. لما بيكون عندنا دايما عزومه بنضطر ان احنا نحط نص السلطات في السفره الاول في النص الاولاني والنص الاطباق في السفره الثانيه عشان الكل يطول. دلوقتي انا اقدر احط ده في نص السفره وبمنتهى البساطه الشخص اللي موجود هيقلب كده بصبعه حتى، يعني الموضوع بسيط جدا، هيقدر ياخد الحاجه اللي هو عاوز يضيفها للطبق بتاعه. نقدر نستخدمها ان انا اقدم فيها لوحدها كده كصينية، اعمل فيها ديك رومي، اعمل فيها 3-4 فرخات، تبقى سيرفيس للكفت والبانيه. اقدر استخدمها لتقديم المحاشي والرز، لو عاملة رز خلطة او عاملة رز بسمتي بكمية، طبعا هي كبيرة زي ما انتم شايفين. كمان هي في تناغم ما بينها وما بين علبة التورتة، لو حطيناها بالشكل ده هنلاقيها بتنزل جوه العلبة، بتنزل جواها بالمنظر ده. لما اجي اشيل الغطا اهو هقدر استخدمها الاجزاء اللي جوه دي بتاعت علبة التورتة الناحية المتقسمة، بحيث ان انا لو برضو حاطه فيها مكسرات، لو حاطه فيها سلطات. والفكره دي انا شفتها في مطعم عجبتني جدا، ان احنا نقدم السلطات بالشكل دوت في السيرفيس ده. كمان لو انا عامله اصناف مختلفه من التشيز كيك، او عامله ماسكه يعني مستخدمه القاعده دي على انها للجبن، برضو هقدر استخدمها بنفس الشكل. لو انا مستخدماها على الناحية التانية وبزين تورتة وانا قاعدة، مش لازم افضل واقفة، لا وانا قاعدة هعمل عليها الشكل اللي انا عايزاه وازينها براحتي جدا من وانا قاعدة في نفس المكان. حقيقة هي صينية كبيرة وشيك قوي، وزي ما قلت نقدر نستخدمها في استخدامات كتير. نقدر كمان نستخدمها لوحدها في تقديم السلطات، يعني لو انا عندي ممكن استخدم فواصل بالخس باعواد الخس واحط السلطات المختلفة او المكونات المختلفة اللي انا عاوزة استخدمها. نقدر نستخدمها كطبق لتقديم الحلويات الشرقية والبيتزات والجلاش، تنفع على حاجات كتير. مميزاتها ان هي زي ما احنا شايفين انها اولا من تابر وير، يعني حاجة صحية، لو حطيت عليها مطلعة حاجات سخنة فهي مش هتتفاعل معاها، اضافة ان حجمها كبير، اضافة ان شكلها شيك، اضافة لفكرة انها بتدور، ودي حاجة عشان اجيب حاجة بالكواليتي ده بالحجم ده مش هلاقيها اصلا غير في تابر وير بس.